اهلا بكم. كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير اموركم؟ كلشي وهذا كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين كاملين بخير. لقيتونا الصراحه اليوم عندنا مشينا قضينا شي غرضات. قال لك الدبياق بكري بالذهب مشري، ما كتبوش لي قالوها. عرفتوا شنو نضنا؟ فطرنا في الدار، خرج لبسنا لبس الالينا، خرجنا مشينا لدار الضرائب في الخور مشينا. المهم مشينا بزاف، قضينا بزاف ديال الغرضات، بزاف ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه، وقضينا كاع داك الغرضات البنات. وشنو حميد جانا ولقينا مازال الوقت، مازال الحال، وحق الله لقينا مازال الحال، وجوعنا وجوعنا والله العظيم الا جوعنا. ايوا دابا اختي قلت لحميد شنو غادي ندير انا شعري ميد الدم ديال بصح. اول حاجه غادي نديرها، واليوم غيبدا الماتش، اليوم المغرب اليوم المغرب فيف لو ماروك. وي بالكوفيدات اليوم اختي راه ناشطين، اختي رحنا ناشطين. المهم اليوم اختي غادي نمشي نضرب لها رقمه، نضرب المغرب بخمسه الفوق مخاطرين انا وياه بعده، مخاطره 150 درهم 150 درهم. سمعني راه الا ضربت المغرب بخمسه اقسم بالله تنعطيك 150. لا 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 حميد قلتي خمسه، دابا خليك راجل معايا، الراجل هو الكلمه ما نهضروش بزاف، المراه هي الكلمه والمراه هي الكلمه، انا راني كلمه وانت عارف وانا عارفه بلا ما نقول نهضروا بزاف. غادي نعطيك 150 درهم ولا ولا ربحات تعطيني، ما بغيتش نطلعوا الطريفه، بغيتي نطلعوا الطريفه نطلعوها 500 درهم نخليوها 150، صافي خليوها 150 درهم. انت 150 انا 150، حدا هاد المشاهدين راه الا ما عطيتيها ليش غادي يسميوك زيرو، حيت الراجل شنو هو؟ فمو هو انت هو الكلمه. المهم اختي دابا قلت له هنا الجوع، شو نقلبوا على اللوبيا ولا على الهرقمه؟ الهرقمه الهرقمه بغيت، بغيت الهرقمه باش ندوخ. اختي ودايرين غادي نمشيو نتفرجوا مع الخمسه ونص، نمشيو نتفرجوا غادي نغسل المعده، غنغسل المعده اخويا باش نلقى ما ناكل ديال 150 درهم. شو من هي هاد سوا؟ ايوا صافي الكوفيدات ديالي مولاتي الهرقمه كتغسل المعده. اي اخويا كتغسل المعده وكتغسل الدماغ، وفي راسك انا كناكل الهرقمه يجيني النعاس، انا ناكل الهرقمه وغنمشيو لدارنا نتكاو شويه ونوضوا جمعوا الوقفه وقادوا راسنا ونخرجوا. اييه نمشيو للقهوه. يلاه صافي هاد السيده البنات كيدير الهرقمه زوينه، ما عرفتش واش تكون عنده ولا ما تكونش عنده، ما كنظنش زعما تكون يكونوا سالاب. مشيت للدار يا اختي، قلت عليكم في حاله تا وليت في حاله اخرى، ما عرفتش كيفاش نصوركم باش نبان. المهم قلت عليكم في حاله تا وليت لكم في حاله اخرى، مشيت للدار دوشت طبت بتدويشة، نشفت شعري ايوا لبست طبت عليكم الكاطمه يا اختي. ايوا يا اختي رحنا ماشي للنوايو دار تفرجوا في المغرب. قلت لكم انا خارجه دابا. ايوا يا اختي شوف شوف حميد محيح مع بنته وبنته محيحين. الغوات يا اختي الغوات، مالكم مالكم اش كاين؟ مالكم غير كتغوتوا؟ اش كاين؟ مالكم؟ شو المغرب؟ اولي المغرب اولي المغرب اولي المغرب اولي المغرب اولي المغرب اولي المغرب اولي المغرب. يلا اختي اجي بتصاق اجي بتصاق، تنوريكم محل بابا بغا نضربكم عليه، راني موجده لكم واحد سوربرايز. مرحبا بنات. ايوا يا البوكوسات، ايوا يا الفنات. المهم تفرجنا اختي الماتش، نشطنا وفرحونا، الله يحفظهم لينا الله يخليهم لينا. صراحه فرحونا واحد الفرحه ما يمكنش البنات، والله الا فرحت 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 لواحد الدرجه ما تتصورش. المهم جيت للدار ايوا ما عرفتوش انا اللي نتوحم ولا راجلي اللي يتوحم. غال البارح هو كيقول لي ولدي لي، صبروا صبروا، غال البارح هو كيقول لي ولدي لي وغتولي غتولي غير ولد وغير ولد هو. انا ما كنكذبش عليكم، غادي تولي غادي تولي. الله يعطيني وجهك. ها ودابا كيتشهى عليا، ما نوريكش كومبلي، اجي ما تمشيش شوي ولا تبان كومبلي. ودابا كتشهى عليا، شنو تشهيتي عليا؟ قول لهم شنو بغيتي. فيسبوك ديال الدار. شنو سميتو؟ بوكاديوس. بوكاديو. بوكاديوس. شنو فيه؟ الحراحة. الحراحة؟ لا كم ما شنو قلتي هاد الكلمة خويا؟ الحراحة. اها. والزيتون. لا قلتي حراحه وقوص.
سير البنات. المهم غادي تصاوبوا معايا واحد الساندويتش البنات والله العظيم الا كيجي بنين 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 ما نعاودلكمش. واحد الساندويتش رائع رائع رائع، نخليكم معايا باش نوريكم. المهم اول حاجه غندير هو غندير البيضات يتسرقوا يا البنات. هاد الساندويتش هذا راه غادي تولي معتمده عليه خصوصا في الايام ديال الصيف، يعني في الايام ديال الحراره كتكون وكتبغي تاكلي شي حاجه وما كتهاي حتى حاجه طايبه، غادي تاخديه البنات بصيله. من الافضل تكون عندكم بصيله البيضه. انا الزوج الكريم ديالي كيجيب لي البصله الحمراء، ما فهمتش علاش كنقول له جيب لي البصله البيضاء، كيجيب لي البصله الحمراء، كيقول لي البصله البيضاء، كتجيني بحال اللي كنكذبوا على راسنا بها. مورها البنات غادي نقطع مويطيشه عاوتاني حتى هي على ديروا الكميه اللي بغيتو نتوما. هذه البنات راه دارت لنا 8 سندويتشات، ومورها غنجيبو هاد الكورنيشو يا البنات. والكورنيشو راكم عارفين انا خديت هذا، من الافضل تاخذوا هذاك اللي كيكون في مارجن كيكون حسن، ولكن هذا صراحه جا في اللوغو ديالو زويون ماشي خايب. الكورنيشو ومورها غنجيبو الزيتون اختي المثقوب، انا بغيت داك المقطع ساعه لقيت غير المثقوب وقطعتو انا. ومورها غادي نديرو تقدروا ديروا الزعتر حتى هو الا بغيتوه. مورها غندير هاد الطون هذا البنات كيدير ب 20 درهم، هاد الطون ماريو لا اوريو لا ماتش سميتو ما عقلتش ماريو. ايوا موراها غديروا هاد المايونيز هذا بالضبط، ما ديروش داك المايونيز جاج بج بج بج، ما ديروش اختي، ديروا هذا بالضبط هو اللي كيجي زوين. صافي خلطيو على الكي وزيدي شويه ديال لا موطارد. البنات اللي ما عندهمش الوليدات تقدروا ديروا الهريسه معاه هنايا. هي البنات عرفتوا كي جات رائعه يا اختي. المهم نعمر لهم الكسكروطات بحال خصنا غير البحر، حنا عندنا غير البحر. وهنا درت البيض مسلوق طايب، وهنا اختي الهريسه هنا مليحه اللي جات والملحه ناقصه. يا اختي غندوز نصاوب لهم البوكادياس والكبيدات. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه باش نكونوا واضحين، شتو حنا ما كانتش فيها تشبد والو نتايا زوج تقولي عاد باش نكونوا واضحين. حنايا كنتشاركوا معكم داك الشيء ديال ولاد الشعب، داك الشيء اللي كنعيشوه اليوميات ديالنا، ولكن هاد بوكادياس راه ما كياكلوش داك لي بورجوا. كوني هانيه اختي لا كياكلوا هنا عنسى كياكلوا كياكلوا كيمشيو للبحر وياكلوه. خليني ساكته انا ما كنعرفش النافق يا قدي يا قدي. غنضرب لهم شي ساندويتش يكون هب هم هم ماي هم ماي. سير بعد يا حالي وين الشطر راني هز الموس والموس والموس كيزرب. سيري انت حدا باك زري نبدا بمن بدا بالراجل بدا بك حميد اللي بغيتي دابا اقصر بنتك اخويا راه سخونه. اه حبيبتي ندير لك الهريسه انا ندير لك حبيبتي انا ندير لك انا ندير لك حامد كيبغي الهريسه. غادي نبرد الفقصه واخا غادي نبرد الفقصه ديالي في الهريسه في حامد. علاش اسمو ديالك اخي؟ صبروا صبروا نقرب لكم الكاميرا. عيني اختي قرب. اسمو ديالك انا؟ صبر يا اختي نقرب لك الكاميرا. ندير لهم اختي ندير لهم عرفتوا البنات هاد الساندويتش والله حتى كيجي رائع قسما بالله حتى كيجي رائع. هذا الحامده بنتي ماشي لك هادشي ما غاديش يقد حامد انا كنعرفو في الحار. يا لالا ويا لالا واش هاد الساندويتش اش هاد الساندويتش؟ اسرقكش كندير لك البيض انا ما كنديرش داكشي ديال هادوك اللي كتاكل عندهم. انا الساندويتش ديالي بوحديتو ماشي سوقك. ايما على هذا دابا زعما داير لي فورماسيون فورماسيون. شو داير لي اخويا ارضك البيض ماشي سوقك ومنين تقبى انا كنت في عينك بحال خويا صار سكت حميد الله يرحم. دابا ما بقاتش في الديكور ها العار ماما انا كنت في عينك بحال خويا هكا غادي تعاودي في كلشي مزعج. يلا شد لي انت هاك دابا هذا داير فيها مول الكسكروطات فهمتو داير فيها هو ديجا هادشي ديالو وانا زعما لاصقالو في خدمتو. المهم البنات نديرو هاد الاخر كيجي رائع الصراحه والله كيجي رائع قسما بالله. خاصها شي محله خصني المحل محل محل على قد الراحه بالسياحه حامد تمشي المحل مازال كتقلبي على المحل وينك وانا كنخدم عليك وانت ما كتخدمش على راسك. يا ما البنات عندي لك اللي كنخدم عليك ايوا والله يا اختي هاك كل رزق اجيبك كل رزقك. يلا قول لهم قول لهم الحقيقه كي جاك قول لهم الحقيقه بلاتي البنات يقول لكم الحقيقه قول لهم كي جاك بلا كذوب. لا اخوتي ما نفخم
والله وكذبتي لا راني فلوس هذاك هو البوسه الفلوس قولي قولي كي جاك بلا كذب والله الا احسن من ربحه بلاد والله الا احسن من ربحه شنو كي دير لها تخاف زاليا شوفوا حامد شنو دار مني نحبس له الفيديو كيفاش والله اخوتي ولا بغيت داكشي دعي دعي خصك تدعي مع مراتك وتقول الله يعطيك صحيحتك وما تدعيش معايا في دعي معايا في المباشر اون لايف شوف دابا حنايا ولينا كلشي اون لايف الله يخليك لي يا حبيبتي الله يطول عمرك الله عاد قبيله وانت كدعي فيا قسما بالله تدعى فيا والله الا دعى فيا عرفتو دار بحال داك الشاب وليتي كدعي بحال شي شارب حق الله ها سير الله يعطيك والله يعطيك وناري شحال كيدعي ولي كتسبي بس مفتوحه وخا ما كانش من قلبك باش كضحك ولي الله سبحانه وتعالى مع هاد الضحك كتقول الله يعطيك يعني كتطلب الله الله يخليك انت وحده ما كتش ما اخر مره تقدعي لها ماما عندها الحق اخر مره تقول ماما ها هو الحبيبه ديالي ها هو عاود صاحبي شنو اخر مره بنتي قولي اخر مره تقول لي غومو صافي ما يعاودش ما قالش لي غومو هو قبيله بنتي غير كيدعي فيا ما قالش لي غومو شو قال لي باش كنا شحال قال لي غومو لا ماشي لي غومو قال لي ها لا ما قالش لي غومو دعا فيا كيفاش دعا فيا بنتي كي قال لي كان تكفي ديالك بيحه هي تكفي تاخر عطاك شي تاخر زعما شي تاخر ايوا يا البنات مهم صراحه بكاتني البصله مهم تصبحوا على خير احلام سعيده وشوفوا يا اختي الخلفه ما شاء الله والله تنديروا لكم البنات بصح لي زعما كتوحم نجي نعيط لختين نجي نجيبوا لها الباب دار يلا تهلاو لي الكبيدات ديالي في راسكم وكنحمق عليكم وكنتسطع عليكم والله يسهل عليكم يلا تهلاو لي في راسكم واحلام سعيده والصراحه اليوم دوزوا واحد النهار زوين 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 وباقي غادي نشارك معكم واحد المفاجاه زوينه وغتفرحوا لي بها صبروا عليا غدا نبارطاجيها معكم يلا صبروا عليا مفاجاه زوينه ها واعره غتفرحوا لي بها ماشي سوقك سوقك ماشي سوقك يلا تهلاو لي في راسكم كنحمق عليكم باي باي.